خير حجية، اكو واحد غاثيج هنا كل المستشفى بخدمتك. هي هاي هم تسميها مستشفى؟ طبعا مستشفى، صار لك يومين بيها. شنو فقدت الذاكرة حجية؟ دكتور رحمة لوالديك ما تشوف الصراصر؟ شنو انت مستشفى بشر لو مستشفى صراصر؟ حجية هاي هي المستشفى الحكومي. يعني الصراصر ما تجي الا بالمستشفى الحكومي؟ حجية هذا هو الحال، شو تسوي؟ ماكو امكانيات. انت عندك امكانيات روح المستشفى خاص وهناك يديرون بالهم عليك. ايه هاي على ود سمك مو مستشفى، روح المستشفى خاص. يعني انت نفس الشي داوم هنا وتداوم مستشفى الخاص، بس هنا دوامك في كوكريج، بس بالمستشفى الخاص لا تداوم لان بيها حول وبيها فلوس. اشوف الدكتور اكتب لي خروج اروح للبيت احسن لي. اشو انتم هذا الصرصر بالمنطقة ما جبتوه هنا؟ روح ويقول مستشفى.